أهلا بكم من جديد. يختتم مهرجان الحارة المكية فعالياته مساء اليوم الجمعة، والفعالية مشاهدينا تبرز أنماط حياة الإنسان المكي في المنطقة والموروث الثقافي في الحياة الاجتماعية في مكة المكرمة. التفاصيل مع جيهان من جدة. شكرا لك رنيم. فعلا على غرار الحياة القديمة في مكة المكرمة والموروث التراثي العتيق جدا، قامت أمانة العاصمة المقدسة بنقل أهالي وزوار المنطقة خلال الأيام الماضية، يعني هي 4 أيام يمكن، إلى تاريخ الأجداد القديم من خلال مهرجان الحارة المكية، والذي كما ذكرت رنيم يختتم فعالياته اليوم بعد أيام حافلة بالبرامج الترفيهية، والتي كانت طبعا فرصة ذهبية لتعريف الأبناء على نموذج الحياة الذي كان في أطهر بقاع أو بقعة على وجه الأرض منذ 100 عام. خلينا نتحدث أكثر عن هذه الفعالية مع ضيفي هنا في الاستوديو المهندس محمد طه فقيه، وهو مدير عام السلامة والخدمات العامة بأمانة مكة. أهلا وسهلا بك مهندس محمد. بداية أحب أنه أبارك لكم انطلاقة هذا المهرجان الموفق إن شاء الله. لو تحدثني شوية، تحطنا في الأجواء، كيف كانت أجواء المهرجان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة روتانا خليجية على الاستضافة، وحقيقة في البداية يعني أحب أنوه أنه هو المهرجان كان لمدة 15 يوم وليس 4 أيام. ما في شك أنه إحنا جسدنا 15 يوم واليوم آخر اليوم الختام، اليوم الـ15. نعم اليوم الختام. جسدنا طبعا الحارة المكية القديمة طبعا بكل معانيها، استخدمنا المفردات المعمارية والتراثية يعني لوضع أو لإضافة شيء على المكان اللي موجود في الموقع هناك. حقيقة طبعا لو بدأنا بواجهات المبنى، استخدمنا الرواشين والمشربيات اللي كانت تستخدم سابقا. لو دخلنا من بيت مكة البسيط اللي كان يستخدم سابقا، لوجدنا في المقتنيات طبعا الأثرية القديمة. تقسيم المبنى طبعا كان كما هو سابقا، الفناء الداخلي، المجلس اللي كانوا يجتمعوا فيه العائلة، مجلس الضيوف بكيف هيئته بنفس الكرويتات اللي كانت تستخدم سابقا، المكان المبيت، وطبعا كان في شيء يسمى ناموسية، المطبخ كان يسمى المركب، وبجميع مقتنياته والحاجات اللي كانت موجودة فيه، كذلك بيت الماء اللي كان اللي هو يسمى الآن دورة مياه أكرمكم الله، بنفس هيئتهم اللي كانوا مستخدمين أو بنفس المواد والتقنيات اللي كانت مستخدمة سابقا. أستاذ محمد، بما أنك يعني ولد مكة، لتحكيني إيش كانت تحمل الحارة المكية من قيم ومبادئ، إيش اللي راح منها وإيش اللي لسه باقي؟ والله طبعا يعني نفس المباني، يعني هي كانت هي كانت غير المباني، ايش العادات التقاليد المبادئ اللي يمكن راحت الان كانت موجوده زمان؟ يمكن احنا قاعدين بيشوف المشاهدين شويه من اللقطات عن على المهرجان، بس تحكيني يعني ايش بقي شيء من الـ من الـ من العادات القديمه؟ وان هذا اللي كنت تقصده، انه المباني كانت اللي التصاقها ببعض. ويعني وطبعا لضيق الشوارع يعني كان في تلاحم وألفة وتقارب بين الأحياء وبين المجاورين اللي ساكنين في الأحياء. الآن لوجود التباعد في المخططات السكنية، يعني ممكن تلاقي جوار ما يعرفوا بعضهم، التزاور يعني هي خف عن ما كان عليه سابقا، مع أن ضيق المكان ما زال. يعني ضيق المكان أعتقد أنه ما هو موجود في الأحياء السكنية الحديثة، لا قصدي في مكة لسه، يعني لسه الحارات لسه المباني جنب بعض، بس يمكن اختلف سبحان الله، اختلفت النفوس. يعني أنا أعتقد أنه يعني يمكن أنت لك فترة طويلة ما جيت لمكة، يعني مع المشاريع الآن اللي ما شاء الله موجودة. لا أنا بتكلم على نفس الحارات، الحواري موجودة، المباني القديمة موجودة، بس ما صار سبحان الله
زي زمان التقارب بين الناس. أكيد طبعا، يعني هو يعني ممكن لها عدة اعتبارات، المشاغل ممكن طبعا، يعني يعني كل واحد صار له توجه واختلاف يمكن في عادات وتقاليد وثقافات الناس، يعني ممكن خلقت التباعد هذا. يعني سبحان الله يقول لك كان هناك الولد ولد البيت يربيه أهل الحارة، ما في شك. دحين مستحيل إنه أحد يتدخل، يعني حتى يعني يمكن الوالدة ما تقدر أو الجدة ما تقدر تتدخل في تربية الولد، ما في شك. عشان كذا أنا أقول لك إنه الحارات أعتقد إنه الآن في مكة يعني يمكن يعني شبه معدومة. يعني إحنا جسدنا يعني هي الآن اللي صار في مكة جسدنا الحارة القديمة ب يعني ببناء يعني يعني عارفة يعني نقلنا ما هو كان موجود لموقع موضح فيه البيت القديم والحارة والسوق الأسواق اللي كانت موجودة، يعني نقلنا يعني شيء من الماضي إلى يعني أساس إنه الزوار وأهل مكة يشوفوا ما كان موجود سابقا. صحيح. لكن كحارات الآن يعني يمكن أعتقد ما في أحد يمكن من أهل مكة ساكن في حارات إلا قلة يعني. طبعا خلينا نتكلم عن الحارة المكية، هي يعني كما تحدثت سابقا جسدنا البيت المكي البسيط. الحارة أو السوق اللي كان موجود في أحد حواري مكة زي سوق المدة أو سوق الليل أظهرنا فيه بعض الحرف المهنية اللي كانت موجودة، مثل بايع الأحذية أو صانع الأحذية، بايع التمور والعسل، اللي كانوا بيعوا المأكولات الشعبية زي بايع التميس والفول والمطبق والخضري و الحلويات، وفي نهايتها حطينا مكان للمقهى كما كانت يعني سابقا بنفس الأدوات اللي كانت تستخدم سابقا، البراريد القديمة والكراسي الشريط اللي كانت تستخدم في السابق، كما برضو جسدنا مكان للعمدة اللي كان يجتمع فيه العمدة وأهل الحي اللي كانوا موجودين أو أهل الحارة اللي كانوا موجودين. ما في شك انه الحمد لله يعني وجدنا اقبال كبير من المجتمع المكي وكذلك الزوار اللي كانوا بيزاروا مكه في الفتره هذه. طبعا يعني هو كان يعتبر مهرجان ترفيهي تراثي، عرف المجتمع على التراث وقيمته. طبعا الجيل الصاعد جاء وبهر بما هو موجود، الكبار جو حقيقة حنوا للماضي اللي كانوا عاشوه، يعني حقيقة يعني من فضل الله انه يعني صار يعني له سمعة في الفترة هذه 15 يوم. ونتمنى ان شاء الله انه يعني نتواصل لعمل مهرجانات اخرى يعني تفيد وتثري المجتمع. أكيد. استاذ محمد، يعني احنا بنتكلم على 100 عام الى الوراء، ما يعني اكيد يعني حضرتكم عشان تجهزوا لهذا المهرجان استعنتوا كثير ببحوث قديمة مثلا بأهل الخبرة، هل حطيتوا هذا في الاعتبار ولا بس كان كذا مهرجان؟ ما في شك يعني طبعا شفنا أهل الحرف استعنتوا يعني نعم يعني تقابلنا معاهم في شفنا طبعا ناس خبراء زي ما تفضلتي في التراث المكي القديم واستفدنا ببعض مقتنياتهم اللي كانت موجودة عندهم. ما في شك في التخطيط لنفس الحارة، يعني تعرف هو تجسيد، فجسدنا الحارة بما هي كانت سابقا، تعرف لأنه كانت الحارات ما هي خطوط مستقيمة، كانت بالتواءات و تعرج في الأزقة ونفس المباني، يعني ما كان في يعني ما تلاقي المباني كلها على استقامة واحدة، يعني أكيد إنه كان فيها. طب غير البناء والبنيان والكرويت والأشياء هذه، ما كان في فعاليات أخرى يعني قائمة حية؟ وإيش يعني حضرتك بتقول لي إنه لقيت في تعطش كبير من الأهالي ومن خصوصا المكيين أنفسهم على الأشياء القديمة، إيش أكثر الفعاليات اللي حسيت فيها فعلا إقبال وليها تعطش كبير؟ هو طبعا يعني دخولهم للبيت المكي وشوف ورؤيتهم للمقتنيات اللي كانت موجودة دي يعني يمكن روت عطشهم.
ولا كمان اكمل ذلك عندنا كان في مهرجان يقام يوميا بعد صلاه العشاء الى منتصف الليل، في يتخللوا العاب مسابقات اطفال، وكذلك موروث يعني اظهار الموروث الشعبي اللي كان سابقا مثل لعبه المزمار وخلافه من الالعاب، الا هي يعني حقيقه برضو اضفت يعني اجواء على ما هو موجود في المهرجان. اكيد. طيب ايش عن البعد الثقافي؟ يعني كانت مكه ملتقى الحضارات وقت الحج وقت العمره، كثير من الوفود بتجيها، ايش يعني كيف جسدتوا هذا كمان الجانب الثقافي في المهرجان؟ هو حقيقه الجانب الثقافي يعني يتمثل في التراث، يعني ما اظهرناه من تراث وجسدناه، يعني هذا نقل يعني ثقافة مكة وأهلها في زي ما تفضلتي يعني من عشرات السنين ما كان يعني يكون في هذيك الفترة، يعني هذه بحد ذاتها هي تعتبر ثقافة عالية وكبيرة، يعني لما سووها ما كان في محاضرات ندوات؟ لا ندوات ومحاضرات لا ما كانت موجودة، ولكن زي ما قلت لك يعني هو كان يعني كل المهرجان على بعضه كده، يعني كان يعني كثير من الناس كانوا متعطشين لانه يروا يعني التقسيمه هذه، انك تدخلي على السوق ومن ثم تدخل على بيت مكه وتطلع على مثلا القهوه اللي كانت تستخدم سابقا، ياكلوا من المأكولات الشعبيه واخيرا يجلسوا في المكان المخصص للمهرجان لسماع يعني التراث او الموروث الشعبي القديم. طيب احنا اليوم خلاص يعني الختام بعد 15 يوم، عندك يعني تقدر تقول لي مثلا الارقام بلغه الارقام قد ايش كان التفاعل والاقبال على هذا المهرجان، واذا كمان اذا حيكون ناويين انتم تخلوه يعني مهرجان سنوي ولا هي بس هذه السنه وخلاص؟ والله هو طبعا بلغه الارقام يعني ما عندي عدد معين، ولكن عدد كبير، يعني أنا أتصور يمكن يومياً يفوق الـ 2500 زائر. نعم، من برا مكة كمان؟ من برا مكة طبعاً، هم أغلبهم مكة، ولكن في طبعاً قدموا للمهرجان من برا مكة، يعني في حتى زوار يعني من الخليج وصلوا، في إحنا كمان استقطبنا أو كلمنا جمعيات خيرية مثل جمعية المعاقين ودار الايتام، حقيقه برضو يعني حبينا يعني يشاركونا ويفرحوا بالمهرجان الاطفال الصغار. اليوم يمكن دار المسنين برضو حيجوا مجموعه منهم، نعميه انه يكونوا متواجدين معنا. فبالنسبه لموضوع الاستمراريه للمهرجان، معالي الامين حقيقه وجه على اساس انه في حيكون مهرجان او تجسيد للحرم المكيه في مخطط بوابة مكة، يعني حيكون مرتب له مستقبلا، يعني حيكون إن شاء الله في تجسيد للحرم المكية مخطط له، يعني عند إنشاء المخطط حق البوابة حيكون في جزئية له لموضوع الحرم المكية. طبعا بالنسبة يعني المكان هذا اللي عملنا في المهرجان الحرم المكية يعني حيكون ان شاء الله سنوي، واحتمال ناويين تخلوه سنوي. اي نعم، يعني ان شاء الله حيكون سنوي في نفس الوقت هذا في نفس التوقيت، حيكون يقام ان شاء الله العام القادم، وفي احتماليه انه في الاجازه المقبله اللي بعد شهر ونص يعني حيكون يعني يمكن يقام ان شاء الله في نفس المكان. طب غير استاذ محمد، غير انه انتم تلقوا الضوء على تراث يعني زي ما انا قلت يعني العاصمه المقدسه اللي هي طبعا من اطهر بقاع الارض، غير انه نوري العالم كيف كان التراث او كيف كانت حياتنا قديما، ايش اهداف كمان هذا المهرجان غير كذا يعني؟ والله هو طبعا اهداف زي ما قلنا تعريفي عن التراث، وفي نفس الوقت يعني هو يعني هدف ترفيهي، يعني مكة حواها الله يعني ينقصها يمكن النواحي الترفيهية، فهذا يعني كان جانب يمكن جذب اهل مكة وخلى يعني وصلت هل ترتيب المهرجان كان تماما من الأمانة ولا كان في مساهمين؟ لا تمام بالأمانة. هل تتطلع بعد كذا إلى مشاركات مساهمين مثلا عشان يكبر يصير بشكل منظم أكثر يمكن؟ هو ما في شك أنه يعني نتطلع لأنه يكون في مساهمات أخرى، يعني إذا كان مثلا
من دوائر حكوميه ما في شك. وهم طبعا يعني اساسا في تنسيق بيننا وبين اي اداره حكوميه اخرى لها علاقه بموضوع المهرجانات، وان كان في مثلا مساهمات خارجيه يعني تحب انه مثلا تشارك يعني ممكن يكون في تنسيق مع معلمين وكذا ان شاء الله. احنا نبارك لكم مره ثانيه نجاح انطلاقته ونجاحه، يعني ما شاء الله من الصور اللي احنا شفناها ومن كلامكم عن اقبال الوافدين اللي يمكن عدد الزوار فاق العدد اللي انتم كنتوا حاطين في بالكم، فاحنا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا المهرجان وغيره ان شاء الله من المهرجانات القادمه باذن الله. الله يعطيك العافيه واشكرك على الاستضافه وان شاء الله انه هو يعني زي ما تفضلت يعني هي باكوره صح. المهرجانات حقت مكه في الفتره هذه الفتره الربيعيه، وما في شك انه احنا ان شاء الله نتلمس اي مقترحات تكون موجوده. هل في اي موقع الكتروني يقدروا الناس يتواصلوا معكم فيه؟ اكيد اكيد وان شاء الله يعني ايش هو الموقع؟ ايش هو الموقع؟ والله الحقيقه الان ما يحضرني لكن يعني ازودك به ان شاء الله وممكن بعد كذا. خلاص شكرا لك. مشاهدينا احنا فقرات سيدتي مستمره ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. اصلا انا عارفه الزواجات هذه شلون، ما يجي الوحده الا كل اسبوع او اسبوعين مره. انت شايفه قدامك كرسي ولا طاوله ولا اكسسوار قدامك؟ الشرط الاول اعلان تام الزواج. زواج معلن؟ الظاهر يا مدام انت ناسيه انك متزوجه ولك واجبات وحرمه بيت. انا مليت منكم المشاكل خلاص ما عاد ابغاك، انا اخذتك عشان استانس وانبسط لكن طلعتي زي الهم على قلبي. سيدتي بعد الفاصل. دراسة تتوصل إلى أن إجبار الأطفال على النوم يصيبهم بالقلق.